عزيزي المشاهد مساء الخير. رغم إحساسنا بوحكة صغيرة يعني، ولكن إن التلاقي مع الإخوة السودانيين في الداخل والخارج تمنح المتحدث والمستمع الناصح والمنتصح شفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الأجساد والأرواح. دائما ما تستوقفني حكاية لأهل الذوق والتصوف، حكاية فيها درس بليغ جدا، إنه في كثير من الأحيان يعجبك عمل أو تعجبك إجابة، ولكن بسرعة شديدة جدا تكتشف بأن هنالك في ذات الشأن عمل أبلغ وإجابة أبلغ. مما يحكى عن أحد الصالحين، وافتكر أنا قلتها وحكيت لي من قبل هذا، أحد الصالحين هو على مرتبة في العمل ومرتبة في القول، ولكنه دائما ما يحقر ما بلقه من علم ومن عمل، فكل ما سمع برجل صالح ذهب إليه ليأخذ عنه. والحكاية شهيرة يعني، ضرب أقباد ليبل لرجل سمع بأنه على صلاح وعلى شعار في التصوف، فسافر إليه سفرا طويلا، ولما وصله رأى فيه سيماء التقى والنبل والزهد، فلما صلى معه وتفرق الحيران زي ما نقول في السودان والتلاميذ، دنا منه وقال له: يا رجل، إنني قد ضربت لك أكباد الإبل. فإني أرغب في أن أعرف شعاركم في التصوف. فقال له الشيخ: نحن إذا وجدنا أكلنا، إن وجدنا شكرنا، إن وجدنا شكرنا، وإن لم نجد صبرنا. أنا لما سمعت المقطع الأول ده قلت: الله، يعني يا لي بلاغة وحسن خلق هذا الرجل في القول والتطبيق. إن قوم إذا وجدنا شكرنا وإن لم نجد صبرنا. أنا أصابتني الدهشة، لكن الذي طلب العلم والتلمذة بعد ذلك الرهق يبدو أنه أكثر حزقا ورقة ومعرفة منا. لما قال له تلك الإجابة ابتسم وقال: إن وجدتم شكرتم وإن لم تجدوا صبرتم. قال: نعم. قال: وكذا البهائم، وكذا البهائم،
بهيمة إذا وجدت شكرت وإن لم تجد صبرت. فانتبه الشيخ تماما إنه زول اللي بكلمه ده قلبه محدث زي ما بقول السودانيين. فجاء أجت الميز بقى شيخ فجأة. فالرجل ده انتبه قال له وما حظكم أنتم من التصوف وشعاركم فيه؟ قال لي نحن قوم إذا وجدنا آثرنا وإن لم نجد شكرنا. مقام بعيد جدا. نحن قوم إن وجدنا آثرنا وإن لم نجد شكرنا. المقام بتاع إن وجدنا شكرنا وإن لم نجد صبرنا. فأصبح الشيخ تلميذا للتلميذ الذي جاء ليأخذ عنه الطريقة. كانت تلح علي هذه الحكاية وأنا ذاهب لمؤتمر الحوار بقاعة الصداقة، حيث نحن مجموعة كده اختارونا الشخصيات القومية أو الوطنية. أنا على حال بفتكر في السودان ده أي دعوة لتلاقي أو تآخي أو شورى أو نصح أو تداول أو رأي أو فتوى في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ بلادنا وتاريخ منطقتنا وأمتنا الإفريقية والعربية والإسلامية بل العالم كله، أي دعوة لخير من قول أو فعل يجب أن لا ترفض. ولذلك أنا بفتكر أنه أي دعوة يقدم أي فصيل سوداني وطني بالقانون بعيدا عن العنف يجب أن يصلها الناس لا رغبة ولا رهبة. قل كلمتك وامشي. أنا لا أريد أن أدعي بأن الحكومة على حق مطلق ولا الذين يقفون معها. هنالك الحكومة وحزب الحكومة والأحزاب المتحالفة معها، أحزاب كثر، حزب كبير زي الحزب الاتحادي الديمقراطي وتكوينات وشرعية أيا كان رأي البعض في هذه الشرعية. وبعد ذاك أزمة. وبعدين يا جماعة نحن في السودان ما يعني لسنا يعني ما 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 بعيدين من كل الأزمات العالمية. يعني احنا ما اختصنا الله سبحانه وتعالى ولا الواقع بهذه الأزمات والنكبات. كل العالم مصاب بهذه النكبات بل بأفظع من كثير، في حكومة وفي تحالف معها وفي شرعية، ما في زول القصة دي مناكف فيها. في أزمة كبرت أو صغرت بالواقع الداخلي أو مقارنة بالآخرين، ما في زول مكضبة. في معارضة بتيارات مختلفة موجودة وحقيقية، وما في عاقل بيشتغل سياسة بينكرها إلا إذا كان بيشتغل شعر
وفي الشعر بيشتغل شعر أحلى الشعر أكذبه. في معارضة، وفي معارضة حقيقية، وفي حركات مسلحة بقياداتها، وحركات مسلحة حقيقية. لكن أقوى من ده كلهم شوفوا الحكومة وتكويناتها بقوتها وشرعيتها، والمعارضة تيارات مختلفة، والحركات المسلحة بتيارات مختلفة، بأسلحة مختلفة، بداعميها المختلفين. دول كلهم بكل تأثيراتهم، بكل وجودهم المادي الفاعل والصوت العالي، لا يشكلون 5% من الشعب السوداني. أنا بفتكر، أنا شخصيا بفتكر أنه أنا مشيت ممثل لحزب السودانيين، وزي ما قلت نحن أصحاب مؤسسات في بلدنا، لا تابعين لحكومة ولا تابعين لحزب ولا تابعين لدولة ولا تابعين لسفارة. نحن منتمين لهذا الشعب الذي أدبنا فأحسن تأديبنا، حنقول كلمتنا وحنقولها بمنتهى الصراحة. أول حاجة دارين، من أول الأشياء دارين أقولها، أنا نبقى متواضعين جدا، إنه كون الحكومة تدعو لحوار وطني محظور وفي هذه المرحلة وعلى رؤوس الأشهاد فهي على حق، والشعب الذي يعيش الضنك وسوءة الاقتتال وتشريد المدن والقرى والناس والإحساس بعدم الطمأنينة والإفلاس وإحساسهم العميق بأنهم عندهم بلاد عظيمة جدا ما قادرين يستفيدوا منها بالحد الأدنى، نحن شعب شايفين عواصم الدنيا دي كلها بتطلع لنا السنة سخرية، كيف تهاجرون من بلاد الماء فيها حداد مداد، كيف تهاجرون من أرض سطحت للفلاحة لبلاد تحطم قناني الجبال لتحول الصخر إلى تربة لتزرع إليها. واحدة من الدول دي يا جماعة للأسف مرة صدرت لنا الطماطم، كانت بتدق رصان الجبال عشان تحولها لتربة، تشوف تكسر صخور الجبال القناني يحولوها لتربة عشان يزرعوا فيها. دي المرة صدروا لنا طماطم، وأي 10 مزارع من المزارع العاملينها علية القوم ديل للنسهة والاستراحات يمكن أن تكفي الخرطوم من الطماطم. داير أقول إنه الشعب لو سألته لقال لك بصوت واحد إن الدعوة للاتفاق والحوار خير ولو من باب التجريب. وأنا برضو داير أقول يا جماعة إنه كمان جزء مفروض نتعلم احترام رأي الآخر. أيضا المعارضة على حق، جربت زي المؤتمر ده، عمل مؤتمرات كثيرة جدا، هي اشتركت فيه زي ما بقولوا لو تمشي المحكمة لازم تمشي بأيدي بيضاء وقلب أبيض. المعارضة مشت جميع المؤتمرات والمحادثات وقلبها على إسقاط النظام، حكومة قومية، اشتراك، إشخار السلاح العالمي،
في التفاوض، في اللجان، في المنظمات، ما مشت المحكمة بتحت الحوار بقلب أبيض ولا بعيد بيضاء. لكن أنا بفتكر ما مارسته مع النظام ده في بعض ما كتب عليها عادت بخيبات كثيرة. دايرين أقول لهم أيضا معكم حق وكثير من الحق، ودايرين كمان نقول ما مزايدة صراحة، إنه كثير من الحركات المسلحة لا تحارب خواء. في كثير من الحركات المسلحة عندها قضايا حقيقية، ولكنها للأسف تزيدت فيها لدرجة أنها خرجت من طور القضية إلى طور الجريمة على نفسها وعلى أهليها وعلى شعبها. ولذلك أنا بفتكر الذي استمعت له وشاهدته، وده تخويف لكل الناس إذا بخافوا على بلدهم. أنا بفتكر هذا الحوار فرصة أخيرة جدا لعقلاء الإنقاذ، وفرصة أخيرة جدا للمعارضة السودانية، لأنه يا جماعة المعارضة السودانية ما تفتكر لمجرد انها ممكن تطلع لها بيان ولا تعمل لها مقالة ولا ندوة ولا صفقت لها قلية معناها على حق. الجماهير دي فضت من حولها، الجماهير دي جربت، ولذلك هي ذاتها فرصة ذهبية لهذه الأحزاب العتيقة العريقة والشائخة، الفرصة إنها تجمع أنفاسها وتقول كلمتها، تقول كلمتها بمنتهى الجرأة، وما جربت التجربة تجربة أخيرة على الأقل لصالح هذا الشعب والمرحلة، بأنه أقمنا عليهم الحجة. أغلب الناس مشوا لإقامة الحجة. على أي حال، ما التقطته أنا من الجلسة الأولى، ما التقطته من الجلسة الأولى كلمة أو كلمات أفتكر الدنيا دي كلها وثقتها. أنا هقول ما فهمته من كلمة الأخ الرئيس، إنني أبشر المؤتمرين بأنه كل ما يصل إليه من اتفاق موثق ونهائي خارج من هذا المؤتمر نقر بتنفيذه. لكلمة قيلت على الهواء ودوت القاعة لها بالتصفيق. أي حاجة تتفقوا عليها كمؤتمرين نحن موافقين على تنفيذها. كلمة أخرى دوت لها القاعة تصفيقا للإخوة المتحاربين معنا وأصحاب الحركات المسلحة، إذا كانوا جادين وقفا إطلاق النار المؤقت سنجعله دائما، على الأقل ما لمصلحة الحكومة والحركات المصالحة، لمصلحة القش ده، القش الشعبي ده الماشي فيه أفيال التعارك. دي مسألة ثانية. المسألة الثالثة والمهمة جدا، إنه المؤتمر ده الأخ الرئيس ما قفله بالضبة ولا بالطبلة ولا بالحراسة، قال المتشككين في أي وقت يريدوا أن يلتحقوا بالحوار أبواب بلادنا مفتوحة.
وتعهد للحركات المسلحة أمام الشعب كله وأمام العالم وتنظيمات مختلفة ومنظمات مختلفة، إنه حتى الحركات المسلحة دون أن تضع السلاح إذا جاءت للتشاور الخرطوم مفتوحة لها ذهابا وإيابا، ودي نحن حاجة شاهدين عليها وبندافع عنها. الحاجة الثانية المهمة جدا الحضور النوعي للترحيب. اتحاد الأوروبي رحب، اتحاد الأفريقي رحب، جامعة الدول العربية رحبت، بل أرسلت العربي الأمين العام لها متحدثا. وإذا كانت هنالك شخصية متفق عليها في القول والفعل ومساندة السودان، ولحسن الحظ يعني يمكن أن يحسب من القيادات الأفريقية الكبيرة، يعني أنا حقيقة لأنه ذاته فيه هذه الروح من الأخوة التي تربط بين الإخوة السودانيين والإخوة التشاديين، تربط بيننا وبين تشاد، فيه هذه المسحة من الأخوة والنقاء والبراء السودانية التشادية. الأخ الرئيس إدريس دبي، أنا دائما بفتكر لم تنقطع سيرة ومسيرة القادة الأفارقة الكبار، جومو كينياتا وعبد الناصر ونكروما سيكيتوري، يعني كل هذه القيادات. أنا بفتكر إذا كان هنالك واحد من القيادات الأفريقية التي بقيت زمنا طويلا وارتقت بشعبها من درجة قاعدة جدا وسحيقة جدا في 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 الأمن والاقتصاد والتطور، واحد من الرؤساء الكبار الذين يعدون في القيادات الأفريقية التي يجب أن نضرب لها تعظيم كما يقول نقول ناس الجيش أو نقول لها مبروك، الرئيس إدريس دبي. ومنذ أن وثقنا معه اتفاقا لحماية حدودنا وأن لا نجعل الخرطوم ولن جمينا قاعدة لعداء، ظل هذا الرجل صادقا فيما وعد قولا وفعلا. خلينا كلنا كشعب سوداني نحيي هذا الزعيم الإفريقي المتميز. كان حاضرا وألقى كلمة باللغة الفرنسية متميزة جدا وصريحة جدا، بيفتكر إنه عز أفريقيا والعالم العربي وتشاد هو سلام السودانيين، وإنه بما يمتلك من إمكانات مادية وفكرية واتصالات بالعالم الغربي والداخلي والأفريقي هو مصمم أن يقف مع السودان حتى ينال هذا البلد الكبير المؤسس والقادر على التغيير، يقف معه حتى يحقق السلام. وجوده حديثا، حتى وجوده الرمزي كان إضافة نوعية لجلسة الحوار. وكمان معه عربون كنا محتاجين له جدا. جو ثلاثة من قيادات الحركات المسلحة، ليسوا من العامة ولا الدهمة، قيادات مؤثرة جدا في أصول وقيادات الحركات المسلحة. ثلاثة من القيادات جاءوا معه في طائرته الخاصة، وده كله يعني أنا بفتكر ده كله مدخل حقيقي في إنه الأزمة السودانية طالت الأيام وقصرت تتجه اتجاه حقيقي صوب العقلانية والتواضع. الحكومة متواضعة جدا،
الحركات المسلحة متواضعة جدا، الأحزاب التقليدية متواضعة جدا، لأنها تعلم بأن طريق الاحتكاك والمصادمة والبندقية لم تجربه عاصمة أو دولة نجحت في ذلك. وأنا متأكد يعني الذي يقرأ سيرة السيد الصادق المهدي اللي هو بتحاول بعض الجهات أصلا، يعني في بعض الجهات يا جماعة أصلا هي تكوين العقلي والفكري وتجربة السياسة قائم على الصراع. من الله خلق؟ لأنه أصلا ده فكرته، فكرة ذاته، الأيديولوجي بتاعه ذاته قائم على الصراع. يعني اليسار السوداني بيجد ألف وطروحة وطروحة بخليه إنه ما يوافق على أي اتفاقية لسبب واحد، إنه بيخسر. أول حاجة هو تحول لمجموعة من التكنوقراط والمستشارين للأجهزة المختلفة للمثقفين بتاعينهم. الأحزاب دي بقت كوادر تحد على أصابع اليد الواحدة رغم أهميتهم وصوتهم العالي، لكن أنا بفتكر إنه أصلا هم ما حيقوبوا حتى مع صادق المهدي ده إلى حوار، لأنه أبدا الفكرة بتاعتهم قائمة على الصراع. وإلا الذين فوقهم يجيبون يجروهم كده، يجروهم فوق إرادتهم الفكرية زي ما عمل جون غرانغ في برلمان 2005. الإنغازي كل أبو يصافحوها، جو دخلوا مؤسساته ودخلوا البرلمان لأنه من هو فوقهم فكريا وعمليا قال لهم تجوا، فأتوا صغيرين. أرجو أن يأتوا هذه المرة صغيرين من أجل الشعب السوداني. يمكن حتى هذا لو لم يحدث فدي طبيعة في التكوين الفكري بتاعهم، إنه الانتصارات الكبرى لطبقتهم دي ما بتتحقق إلا بالصراع. إلا يرفعوا يدين ويقولوا خلينا الاشتراك، خلينا الماركسية، بقينا اشتراكيين، بقينا ليبراليين، بقينا ديمقراطيين، حتى أن تتغير الفكرة دي. ولذلك أنا أفتكر أنه بس أي مجهود في الحتة دي سيذهب هباء منثورا. وأنا بفتكر أنه ممكن المؤتمر ده يطلع بمجموعة من الأقوال والأفعال ما يحلم به السيد الصادق واليسار واليمين، ممكن الكلام ده كله يطلع مكتوب. لكن أنا بفتكر إنه من الأجدى لأي زول بيشتغل سياسة إنه الناس ما بيقبلوا تعمل الخير بالنيابة عنهم. النفس الإنسانية دي مجبولة بإنها حتى الخير اللي بتقدمه لهم ده بيشتموك لو عملته بالنيابة عنهم، لازم يحسوا إنه مشاركين فيهم. ولذلك أنا بفتكر إنه يا جماعة حقه نفس الجهد اللي بيبذل في إنه نحن نعمل لنا ورقة تجاوب على الأسئلة الصعبة حول الدستور والديمقراطية والاقتصاد والحريات والحقوق والعلاقات الخارجية، مهما كتبنا من كلمات وأقسمنا عليها، وده مطلوب كمسألة نظرية مطلوبة، إننا نعمل لنا ورقة متفق عليها ونظن بأن أغلبية الشعب السوداني متفقة عليها. لكن أكرم من ذلك أن يصطحبك معها وفيها بقية القيادات المؤثرة في الحركة السياسية السودانية، عريقة أو معاصرة. ممكن الكلام كله يتكتب يكون 100%، لكن أخير من ذلك أن يكون كذلك وأن توقع عليه بقية القوى السياسية
والحركات المسلحة. ولذلك هذه دعوة للحكومة وللحزب الحاكم ولعقلاء السودان وللسيد الصادق المهدي بكل ما عرف منه من حكمة ووطنية وصبر واحتمال للأذى وزل أيدي والسجون وجوارح الكلم. يعني ظل الرجل طيلة هذه الفترة على أنجز ولا ما أنجز على أرض الواقع اقتصاديا، لكن إيمانه العميق جدا بأن السودان ده لا تستطيع قوة واحدة أن تحكمه ولا بديل للديمقراطية إلا الديمقراطية. بنفتكر إنه مهما امتدت أيام الحوار مؤمل جدا في السيد الصادق المهدي بأن يأتي إلى بلاده ليساهم بثاقب فكره في الذي في الخرطوم. أقوى ما فيه وأقسى ما فيه أنه في الخرطوم. وأنا أفتكر يعني مش لأنه نحن أبناء أنصار يعني، لكن نحن دائما نقول يعني إنه دائما يكون السودان على خير إذا كان الأنصار على خير وحزب الأمة. ولذلك نحن نفتكر إنه السيد الصادق مؤمل فيه أن يساهم في هذا العمل الوطني وإنه يقيم الحجة من جديد ولو لآخر مرة، وبذكائه المحود يمكن أن يدرك ذلك. شكرا جزيلا للسيد محمد عثمان المرغني، هذا الرجل بصمته المفصح كان دائما يوجه الداخل لمصلحة الحوار الوطني. وأنا قلت قبل كده لا يدعي أحد بأن رجل في سن وحكمة ومعرفة يعني أمور الدنيا وفتاوى الآخر يعني مثل السيد محمد عثمان المرغني يمكن أن يكون هذا الموقف من أجل فتاة دنيا أو مناصب. أنا أفتكر أنه كان دائما حتى ما لا نؤمله ولا يؤمله حتى قادة حزبه دائما مع الحوار الوطني، دائما مع الحكمة. وكل ما انتهت جولة من جولات الحوار الوطني إلى بعض المكاسب وإلى كثير من الإخفاقات كان الرجل يقول أنه لا بديل من الحوار إلا الحوار. أنا بفتكر أنه يعني ليس توراق العمل واللجان هي غابة من الرياحين يقطعها الناس، هي أشواك كثيرة جدا. نحن يا جماعة بلد مفعم بالإشكاليات والثنائيات المتضادة. يعني ممكن الناس يتحدثوا عن الدستور لكن في أصوات قوية جدا عن أي دستور تتحدثون، ممكن الناس يتحدثوا عن إسلام لكن ممكن ناس صادقين جدا عن يقولوا لك عن أي إسلام تتحدثون. بتتكلم عن ديمقراطية ممكن يقول لك ناس كتار جدا مفكرين عن أي ديمقراطية تتحدثون. هذه الديمقراطية اللي شايفينها دي الليبرالية الإنجليزية شايفينها ده النمط الغربي ده الكل 4 سنين تدق الدلجة، ولا عندكم فكرة تانية تعملوا لكم؟ أنا دائما أقول إنه الناس لازم يعملوا لهم ديمقراطية تتآوم مع الأجواء بتاعت السافانا الفقيرة دي. سافانا الفقيرة دي يا جماعة ما بس سخانة ومطار متوسطة أو قليلة، السافانا الفقيرة دي فيها جوع ومرض وعطش وفيها جفاف وتصحر. ده ما بيضرب الشمس بس والأطفال وكده، بيضرب الديمقراطية ذاتها. ولذلك لازم، ودي واحدة من الإحن والمحن اللي بتعيش الأحزاب السودانية، إنه ما فيها مفكرين. لو فيها مفكرين كانوا آمنوا
بالأبعاد الأساسية الموجودة في الليبرالية والديمقراطية والشورى في الإسلام والتوادد والاعتدال الموجود في الشخصية السودانية وممارستها حتى الشعبية في الشورى، كان ممكن يعملوا منها تركيبة لديمقراطية فيها بعد بتاع استدامة. وأنا بدي أقول لكم وأسمعها مني، الديمقراطية اللي مارسناها في عهد أسهري الأول عليه الرحمة وبعد أكتوبر والديمقراطية الثانية والثالثة، لو ما عدلنا فيها بما يوائم ثقافة الشعب السوداني، هذه القارة المتضادة في أشياء كثيرة جدا وملتقية في أشياء كثيرة جدا، لو ما عدلنا بمفكرين من كل التيارات يتتلاقح أفكارهم لديمقراطية جديدة برضو حدق الدرجة. وأنا أقول لكم حاجة، أقوى حزب في العالم الثالث الجيش، والجيش بالمناسبة نحن لو كلنا مترعين بالديمقراطية، في إشكالات بتجي تواجه الديمقراطية حتى رؤساء الأحزاب يتجهوا إلى الجيش. ولذلك حق نحل مشكلتنا، مش ننادي الديمقراطية الديمقراطية كلها، لكن بعد ثلاثة سنين مع التجربة من الخواء الفكري والاقتصادي والسياسي وانسداد قوة الأمل، برضو الجيش بإرادتنا نحن بيتدخل. انقلاب الإسلامي ده الغطاء بتاعه شنو؟ الغطاء بتاعه مذكرة الجيش، الجيش الرسمي، إنه نحن ما لاقين بوت نحارب في الجنوب، ما لاقين ذخيرة نحارب بها في الجنوب، جنودنا في 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 الحدود بياكلوا الفيران وبياكلوا الميت من الثعابين عشان يعيشوا. ودي قال الشريف زين العابدين الهندي. فدي دي يعني 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 دي حاجة، ما ده ما شتيمة للديمقراطية، لكن يأتي ديمقراطية بتشبه ما تشبهنا. ولذلك لما تقام أسئلة عن أي ديمقراطية تتحدثون، بنفس الجرعة عن أي إسلام تتحدثون، الإسلام ده ما فيه ثوابت وفيه الفقه، يا تفقه بينفع مع السودانيين. لذلك أنا بقول لهم يا جماعة، الشعب السوداني ده عنده ما عنده إسلام وبراو، لكن عنده فقه وبراو. الفقه اللي بيشبه الشعب السوداني ده قد ما يكون اللي بيشبه الدول النفط ولا الصحارى ولا باكستان ولا افغانستان ولا نحن مختلفين، نحن مختلفين، نحن عندنا اجابات كثيره جدا بثقافتنا محلوله في الاخرين حرام. عن اي اقتصاد تتحدثون؟ في مجموعة من الأسئلة الصعبة، لكن حتى ولو أجدنا إجابات لهذه الأسئلة الصعبة، نحن محتاجين لإضافات الأخ الإمام الصادق المهدي الفكرية، محتاجين لإضافات الشيخ حسن عبد الله الترابي الفقهية، محتاجين لعلماء التصوف في السودان، عايزين حتى لعلماء ابناء دارفور والهامش في انه يجوا نقعد نتفق على حاجه. كلهم بيؤمنوا بالدين وبكرائم الاخلاق والمثل والقيم، نقعد نعمل لنا حاجه متفق عليها فيه بعد انساني، بعد اسلامي، بعد سوداني، وبعد ذاك البرامج اللي بنفذها اللي نفذها. نحن صحيح محتاجين لاجابات لكل هذه الاسئله، لكن أحسن من ده محتاجين لبعضنا البعض. أنا مع الحوار، لكن مع الحوار الذي لا يعزل أحدا، لمرحلة، وبعد ذاك نحن محتاجين للحوار الذي يصنعه الجميع، لأنه حتى لو كانت الورقة النهائية التي تسلم للسيد الرئيس عارية من تيارات السودان الفكرية من أقصى اليمين لأقصى اليسار، والموافقة على بناء سودان جديد بقيم جديدة، بفتكر حتى ولو الأسئلة كانت تجاوب
على الواقع الصعب، أنا أفتكر برضو ما حتوقف الحرب، ما حتصلح الاقتصاد، ما حترفع العقوبات عن السودان، حتصبح فقه أوراق. وزمان سألوا الشهيد سيد قطب، قالوا له لماذا لا تصنع دستورا لدولة الإسلام؟ قال له لا، أنا أبشر بدولة الإسلام، ولكن دولة الإسلام الحقيقية الصادقة هي التي تصنع دستورة وتصنع قوانين وحركتها وبرنامجها في إطار حركتها، لأنه القوانين لا تولد بالخيال، القوانين تعمل بالحركة بالتفاعل، وإنت مقبل على تطبيقها، وبعد ذاك ما في عوجة لو حتى عدلت فيها. نحن ما دارين نعمل لنا أوراق مليئة بالوهم والأخيلة والرومانسية والعبثية وكسب الوقت، نحن دارين إجابات صريحة لأسئلة كلية مع موافقة كلية من كل فصائل الشعب السوداني، خاصة الفصائل في دائرة الفعل السياسي والفكر السياسي. نخرج ثم نعاود تقليب صحافة الخور. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، من جديد نعاود على الهواء مباشرة في إكمال ما بدأناه. عندي نظرية كده دائما بقول الحاجات، السلوك الخاص يعني والحكايات الخاصة مرات بتشبه الحكايات العامة. ف يعني احنا اهلنا وكده ومعارفنا بيجوا يتونسوا لك بمشاكلهم كده. فمرة في زول قال لي زول كنا مطرطش ده، قال لي طلقوا البيت لأنه راجلة بيسكر. فقمت قلت لي انت ماك نصيح، انت نحن كنت عرسنا لك كنت امام جامع، ما هو في سكر كده البيت دي اشتكت لي ما اشتكت لي حسي ده تطلقها سكر وما سكر ومقطع في راسك، ما لكم مال سكره مره مستورة مع اولاده وراجيله وكده. قال لي والله ما شاء الله. بعد فترة مشيت للزول الدارين طلقوا منه المرة ده، لأنه قال لي والله الصلاح يشيع من وشه، داير يطلقها طلقها يا كلب. قلت يعني ده فقه سوداني يعني، انه خلاص المسألة تمت وكده، خلي بعد ده الأمور تمشي. فالزول خلى السكر وبقى زول كويس وجدا، حتى ابو البيت دي ذاته بقى يساعده. فقمت قلت السودانيين عندهم فقههم كده يعني، صحيح مرات الظاهرية ديل يقوموا يبشتنوا الحاجات لأنه عندهم قصر نظر معالجة. فقمت قلت لهم يعني بفكر الناس بتكلم في جلسة كده بتاعت مناسبة بيتكلموا عن انه الانغاز تمشي. قلت لهم يا جماعه تجنيت الانغاز تمشي وين؟ اول حاجه قلت لهم والله شوفوا الانغاز دي يعني احسن حاجه، وانا قاعد اقول الكلام ده بقول لهم اقوى حاجه فيها اشفاقنا عليها انها ما تمشي ببلاوية دي. لأنه قلت لهم يا جماعة الآن أنا شايفه في الحركة السياسية السودانية دي ما في أي جهة مؤهلة إلا جيبوا لنا أمريكا. أمريكا دي جات خلوا المعتقدات وكذا يتأكلنا وتشربنا وتحفظ لنا وتدفع رواتب الناس وكذا بأقليتها وعلى قلة. أنا بفتكر يا جماعة السودان ده في الفترة ده بقول إلا ربنا ينزع، كورت ربنا ينزع
لا 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 بوقفوا البشير ولا بوقفوا المؤتمر الوطني ولا داير مساعدة من الصادق المهدي ولا الشيوعيين السودانيين ولا الغاضبين ولا مخلين الريف ما ربنا ينزع خلاص ده حكم على الجميع. لكن ما دام السياسة بتدار بالواقعية التي نراها في المنطقة، نحن بنفتكر يا جماعة وحدة من ممسكات النسيج السياسي السوداني، نختلف، نقاطع الحوار، نسافر، نشتم، نسخر من الإنقاذ. أنا بفتكر إنه السودان الآن محتاج لحكومة أيا كانت هذه الحكومة. الآن نحن في الظروف اللي عايشين فيها دي محتاجين لنا لحكومة، محتاجين لنا حكومة لا تفريط فيها. بعد ذاك هي وذكاء تتطور، تكسب أراضي جديدة، تضيف لتحالفات تحالف جديد، تضيف اتفاق جديد مع كوادر جديدة مع حساب جديدة، ده كله مطلوب. أما إنه نحن نسقط لنا حكومة ونقعد في الصقيعة بأي ضربة، ضربة من متمردين من حركات مسلحة، أنا بفتكر إنه نحن محتاجين في الفترة دي من تاريخ السودان أي حركة سياسية نقوم بها حقه نبقى على بصيرة. ولذلك من الأشياء المحترمة جدا في كلام السيد الصادق المهدي إننا نفكر في بديل بطرق سلمية ومتفق عليها، ليس فيها عنف ولا إخصاء للآخر. أي إرادة بيعملها رب العالمين مقبولة، وأي إرادة بيعملها الشعب مقبولة، لكن بنفتكر إنه السودان بشكله ده في تاريخ المنطقة في الفترة دي كوننا يعني نهدر السودان ده ونرميه في الخلاء السياسي ده، أنا أفتكر إنه ما في أي عاقل بيفكر بالطريقة دي. الإنقاذ دي على الحد الأدنى هي حافظة الأوشاج والوشائج اللي بتحكم قيمنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والأصبحت هشة جدا. ولذلك زي قصة سوريا دي، زي قصة العراق، نحن حقه نتلمس خطاوينا قد في البركة دي. بركة دي ما عارفين جوايد شنو، لكن حقه بمعرفتنا وبتجاربنا خط رجولنا في المهاوي اللي فيها صلابة حتى نعبر إلى الطريق الصحيح. ودي حاجة مهمة جدا أنا بذكر بها للتاريخ، أنه أي حاجة بتتعمل في فورة غضب أو رؤية سوداوية تجاه المستقبل، أنا أفتكر أنه وقعها على مصير البلد والسودانيين حيكون خطير جدا. لكن ما معناها الإنغاز تستكين. الحوار ده واحد من آلياته لإشراك الآخر في بناء المستقبل، وما أعظم الأخ راشد القنوشي ممكن كان بإمكاناته المنظمة يطربق وبرؤيته الفقهية، لو عنده، لو كان يؤمن بالآراء الفقهية المتزمتة، راشد الغنوشي كان ممكن يطربق راس العلمانيين ديل بدولة لا استقرار لها، وعنده ألف منافس فقهية يقوم بها إنه، لكن ظل هذا الرجل بمنتهى الجرأة وبمنتهى الهدوء إنه التجربة الإسلامية لا وجود لها ولا مستقبل إلا إذا اقترن الإيمان بالعمل والحريات. ولذلك احكم مشارك، احكم بمفرده، امشوا المعارضة ما فارقة معه، ويبقى
العنوان للكتاب الإسلاميين المفعمين بالدين والقيم أن المستقبل لهذا الدين. أنا تضرب روسيا العالم العربي، يدمروه الأمريكان، يضربوا أفغانستان، يحاصروا بيت المقدس، يعملوا أي حاجة، لكن أنا أفتكر المستقبل لهذا الدين. كم ما نحن، كم ما أولادنا، لأنه أصلاً نحن أصل قيمتنا الإيمان بالمستقبل، بالأزل، بالقادم، بالغيب. ولذلك ما في أي مؤمن حقيقي بتضعضع إرادته وإيمانه إلا إذا آمن هذا الإيمان المستشرف. ولذلك أنا بقول يا جماعة، الإنغازي لو دار تحله عليها أن لا تكفر بالديمقراطية والحريات والشورى. وأي زول، أي زول، إذا نحن، أنا بردد الكلام ده، إذا اتفقنا على دستور فيه بعد بيحقق إنسانيتنا وقيمنا وعقيدتنا، هو الدستور قيم عليا كده، بعد ذاك اللي يحكم اللي يحكم، أي زول يجي يحكم ياخد تجربته ويفوت. الإيمان بالحريات أنا بفتكر دي التجربة الثانية، التجربة الثانية مش للإسلاميين، لكل الذين يمارسون العمل السياسي. وأنا سعيد جدا إنه أحد الإخوة الماركسيين جه هنا في واحدة من الحوارات مع الأخ الظافر، قال نحن توبنا، لو قام جاي انقلاب رفع شعارات الجبهة الوطنية الديمقراطية وبرنامج الحزب الشيوعي نحن ضده، واستعمل الكلمة بتاعت نحن كافرين وسافرين التراب بكل انقلاب عملناه أو ساعدنا فيه. وأنا أفتكر إنه مثل هذه الاعترافات لا تقلل من مكانة اليسار السوداني. أنا بفتكر إنه دي تجربة فكرية، إنه الناس لما يتقدموا للقدام احترام الآخر ويديه التجربة إنه يجرب يقول برنامجه، أنا أفتكر دي فيها خير كثير جدا. ولو الناس كانوا مؤمنين بالمسألة دي، خلونا نقول إنه التغيير مهما كانت الأسباب فيه حقيقية أو غير حقيقية، خلونا نقول إنه تجربة الإنغاز في التحويل والتحول من الديمقراطية للعسكرية هو آخر مراحلنا في العمل السياسي، نقسم عليها من أقصى اليمين لأقصى اليسار. أنا أفتكر إنه ده طريقنا للخلاص. لكن برضو نحن مرات ذات الديمقراطيين ديل ما مرة شناها ذات في صحن، ودينا الفريق عبود قلنا له ما قادرين عليها، هذه الخلاص يعملوا كيف؟ الخلاص ذاته بقى في الديكتاتورية. عشان كده أنا قلت حتى الإجابة على الأسئلة الصعبة يجب أن نساعد فيها بعضنا البعض، كلنا ككيانات وتيارات. الوان قالت إنه علي الحاج في حوار مع الوان، لو بإيدي لحضرت كل الحركات للحوار، ودب يصل الخرطوم بصحبة ثلاثة من قيادات تمرد دارفور. الحوار الوطني يمنح تونس جائزة نوبل للسلام، والسوداني الحوار الوطني ينطلق اليوم، ودبي وقادة حركات مسلحة يصلون الخرطوم، توصية للرئيس بضبط انفلات الأسعار بالأسواق، ثلاثة شركات سعودية تحصل على أراضي زراعية بالشمالية عقبال ناس الجزيرة، مفاجأة التيار، مفاجأة الحوار، دبي يصطحب معه قادة فصائل دارفور والمسلحة، وعلى الحاج للتيار رغم المقاطعة يجب ترك الباب مفتوحا. الحمد لله على الحاج ما قال مواربا. والانتباه دبي يلحق قادة بالحوار والكودة يتراجع، الكودة اللي قلت ليس ويسر دي، معلومات مثيرة بشأن تعدي نظاميين على المال العام. أفتكر الكودة والله صوت يعني
يجب أن يسمع، يعني إمكاناته الفكرية والسياسية والفقهية وانتقالاته من تيارات مختلفة، بفتكر لصالح الناس أن يستمعوا لأخونا الكودة، خاصة إنه بقد عنده تجربة أوروبية كمان. توصية للرئيس بضبط انفلات الأسعار بالأسواق داخل لحظة، مواطنون غاضبون يغلقون طريق سنار مدني، واليوم التالي مؤتمر الحوار الوطني ينطلق اليوم بمشاركة قادة فصائل دارفورية. الطيب مصطفى الترابي سعى لإفشال الحوار واستخدم كمال عمر في أدوار غزرة، رئيس الجمهورية يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره التشادي، مقاطعة وانتقادات والحوار ينطلق بمن حضر، دبي يشارك حركات مسلحة في الجلسة الافتتاحية، وطيب مصطفى لا فائدة من حوار لا يوقف الحرب الشعبي، الحوار بركة سماوية، والسياسي وصول أبو القاسم وحجر ويحيى بطائرة دبي للمشاركة في الحوار، علي الحاج يصل القاهرة ويجتمع بالمهدي قبل وصوله للخرطوم، الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تجنيد سودانيين وأجانب بالخرطوم لداعش، الرأي العام انطلاق مؤتمر الحوار اليوم بمشاركة قيادات من الجبهة الثورية والحسن ود المرغني يخاطب الجلسة الافتتاحية إنابة عن المرغني، السعودية تمول مشروعات السودان للاستفادة من مياه النيل والسدود ترحب، وزير الزراعة إنتاجية محاصيل العروة الصيفية تقارب 80%، والمجهر انطلاقة الحوار الوطني اليوم بمشاركة الرئيس دبي و93 حزبا، وزير المعادن يعود من السعودية ويكشف تفاصيل مشروع التنقيب عن الذهب داخل البحر الأحمر. إذا في زمن لهدايا عندنا بيجوا زباين للهدايا. في حوارات كده أنا دائما بذكر بقول له يعني قاعد أهتم بكتب التراث، لأنه بفتكر إنه الحكايات اللي فيها من السيرة وأيام العرب والأشعار والأدب قراءتها لو تصلها بالحاضر بتكون ما مشيت للتاريخ والتراث كمتحف إنما استدعيته. وبعدين دائما أنا بتذكر النور عثمان البكر الله يرحمه، زمان كان الشاعر الكبير بتاع صح والكلمات المنسية، مرات بيقوم يدينا قطع كده، وأستاذ لغة إنجليزية قطع باللغة الإنجليزية والعربية الترجمة، فيقول لك الارتكل دي أجمل ما فيها مش المحتوى فيها، اختيار العنوان، لأنه مرات اختيارك للعنوان ينبي بفهمك للمادة، ولذلك مرات اختيار العناوين لهذه الأحداث التي تحدث قديما في زمن الإسلام والجاهلية أو في الثقافة الإنسانية كلها، اختيار العناوين تنبي عن إحساسك بكنه ما قرأته. فمرة صحفي بيتدرب قلت له تعال أوريك اللقاء الصحفي ده، فجاء كده قال لي عمله منه، قلت له ده عمله سليمان بن عبد الملك، فجابوا له صحابي اسمه أبو حازم فعمل معاه حوار، قلت له اتعلم منه. أول حاجة لما هو عمل معاه الحوار الصحفي ده كان عارف قيمته، شوفوا فنان كيف اختيار المادة الصحفية، عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال
دخل سليمان ابن عبد الملك المدينة حاجا، والناس مسحومين في الشعائر، فلقى له وقت كده، فقال: هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة؟ زيادة في الثقافة يعني. قال لهم: مكة دي هو جاي من الشام، فضل فيها صحابي، لاقى صحابة كثر يعني. فقالوا: نعم، بقي فيها أبو حازم. فأرسل إليه وقال: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ أنا ما رئيس الجمهورية، ما جيت الحج. قال: وأي جفاء؟ وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس أتوني ولم تأتني. قال: والله ما عرفتني قبل هذا، أنا يعني أنت لا بتعرفني لا أنا بعرفك، ولا أنا رأيتك، فأي جفا رأيته مني؟ كمان ما في أسئلة بيردوا عليها بأسئلة. فالتفت سليمان إلى الزهرية فقال: أصاب الشيخ وأخطأت أنا، أنا بدي أعرف الجفا وين. فقال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم، ليت شعري ما لنا عند الله تعالى غدا. قال: اعرض عملك على كتاب الله عز وجل. قال: وأين أجده في كتاب الله؟ قال: قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم: هو قريب من المحسنين. قال سليمان: ليت شعري كيف العرض على الله غدا. قال أبو حازم: أما المحسن كالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء كالآبق، العبد الهارب من سيده، أما المسيء كالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى على نحيبه واشتد بكاءه، فقال: يا أبا حازم، كيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصلف، الاستكبار بتاعكم ده والغرور، تدعون الصلف وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية اشتراكية وتقسمون بالسوية وتعدلون في القضية. قال: يا أبا حازم، وكيف المأخذ من ذلك؟ قال: تأخذ بحقه وتضعه بحقه في أهله. قال: يا أبا حازم، من أفضل الخلق؟ قال: المروءة والنهى. عندهم مروءة وعندهم عقل، حسي في ناس بيختارون لا عندهم مروءة ولا عندهم النهى، وديل بيبقوا مصيبتين في الموقع العام. قال: فما أعدل العدل؟ قال: كلمة صدق عند من ترجوه وتخافه. شوف في زول بترجوه داير منه وبتخافه برضه، ده مش بتخافه بس، برضه بترجو منه حاجة. كلمة صدق عند من ترجوه وتخافه، فيه الاثنين. قال:
فما أسعى الدعاء إجابة. قال: دعاء المحسن للمحسنين. قال: فما أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل. هو زول ما عنده كثير، جهد المقل إلى يد البائس الفقير، لا يتبعها من ولا أذى. هو لسه محتاج لكن أدى محتاج. جهد المقل إلى يد البائس الفقير لا يتبعه من ولا أذى. قال: يا أبا حازم، من أكيس الناس؟ قال: رجل ظفر بطاعة الله تعالى فعمل بها ثم دل الناس عليها. قال: فمن أحمق الخلق؟ قال: رجل اغتاظ في هوى أخيه وهو ظالم له فباع آخرته بدنيا. قال: يا أبا حازم، هل لك أن تصحبنا وتصيب منا ونصيب منك وتمشي معنا؟ قال: كلا. قال: ولما؟ قال: إني أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيزيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا يكون لي منه نصيرا. قال: يا أبا حازم، ارفع إلي حاجتك. قال: شنو؟ قال: نعم، تدخلني الجنة وتخرجني من النار. قال: ليس ذلك لي. قال: فما لي حاجة صراحة. قال: يا أبا حازم، فادعو الله لي. قال: نعم، اللهم. برضو يعني أنا عجباني في القصة دي رغم الإجابات الواضحة دي الأدب مع أمير المؤمنين. قال: نعم، اللهم، إن كان سليمان من أوليائك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. شوف شوف الإتيكيت ذاته في اختيار الكلمات. هدين يلاقوا ليهم حكام الواحد يقول لدبه عشان يقول أنا مناضل. يعني حتى الكلمات الزول اللي بيختارهم، يا جماعة، الزول الحاكم ده ما برضو حاكم، ما برضو ربنا في يده ماسك كثير من الاستقرار بتاع الناس ده، ما ارتكان للمستبدين. لكن كمان في ناس عندهم النفخة كالضابة كده. قال لي يدعو لي، قال لي: اللهم، إن كان سليمان من أوليائك، وقد يكون، فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك فخذ بناصيته، مش والقه في النار، إلى ما تحب وترضى. قال سليمان: فقط؟ قال أبو حازم: قد أكسرت وأطنبت إن كنت أهله، وإن لم تكن أهله فما حاجتك أن ترمي من قوس ليس لها وتر؟ قال سليمان: يا أبا حازم، ما تقول فيما نحن فيه؟ الراهن ده. قال: وتحفيني يا أمير المؤمنين. الإجابة حارة. قال: بل نصيحة. هو ذاته سليمان مؤدب طبعا. سليمان ده من طبعا للأسف مرات التاريخ الإسلامي ده أنا بنقرأه جملة واحدة. يا جماعة، الأمويين ده كان فيهم خير كثير جدا. أغلب بلدان العالم دي فتحوها الأمويين، وكان فيهم صلاة، وكان فيهم دولة لها عز في الشرق وفي الأندلس. لكن احنا لأنه وجيلين وعجولين بنقرأ الحاجة، نشطب الدولة الأموية كلها بدون ما نستفيد من التدبر ما الخير فيها وبعض الشر. أشطب الأموي، أشطبك لحد ما يلاقينا الواقع الكئيب ده. سليمان ذاته مؤدب، وسليمان ده بالمناسبة مروا من جل عباسيين
قرروا يعاقبوا الناس حتى في مقابرهم. سليمان عبد الملك ده لما انحفروا قبره قالوا لي هو سالم كأنه دفن البارحة. قال سليمان: يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: وتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قل لي: ما بعفيك. قال لي: لا، بل نصيحة تلقيها إلي ما ملك، كان ممكن تقول له؟ قل لي: لا، جاوب. فقام بإتيكيت وزوج قال له: بل نصيحة تلقيها إلي. شوف رقة عبد الملك بن مروان. بل نصيحة تلقيها إلي. قال: إن آباءك غصبوا الناس على هذا الأمر، عملوا انقلاب. إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمر فأخذوه عنوة بالسيف من غير شورى والاجتماع من الناس، وقد قتلوا فيه مقتل عظيمة وارتحلوا، فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم. فقال رجل من جلسائه: بئس ما قلت. قال أبو حازم: كذبت، إن الله تعالى أخذ على العلماء الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: يا أبا حازم أوصني. ذاك سايم زون مستهبل داير يزيد قلته ولا اشتغل بعبد الملك. قال له: يا أبا حازم أوصني. قال: نعم، سوف أوصيك وأوجز. نزه الله تعالى وعظمه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك. اختيار الكلمات. أوصيك وأوجز، نزه الله تعالى وعظمه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك. ثم قام، فلما ولى قال سليمان: يا أبا حازم، هذه داو حزمة كده بتاعت دنانير، أنفقها ولك عندي أمثالها كثير. فقال: والله ما أرضاها لك، يعني ذاته ما برضى لك إنك تديني، فكيف أرضاها لنفسي؟ إني أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك بزلا. شوف الأمة دي، شوف عليك الحوار ده لأمير المؤمنين مع واحد من العلماء والصحابة، شوف الأدب ده. وفاد ده في طريقه، لأن ده محتاج له، كل زول مستغني عن الآخر. شوف برضو مع شدة أبو ذر، شوف رقته. ده قال: دخل رجل على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في بيته، صاحب رسول الله والمقاتل المؤمن الاشتراكي الكبير، لم يجد متاعا يذكر، شوية هلاهيل كده. فسأله: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ وين الأساسات؟ فقال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا، الكعبة. قال الرجل: لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال، شوف الإجابات دي ندية كيف، قال له: لا بد لك من متاع ما دمت هنا قاعد في بيتك. قال أبو ذر: إن صاحب البيت لا يدعنا فيه. كنا حنخلد في البيت ده، كنا سوينا لنا عفش. إن صاحب البيت، رب العزة، إن صاحب البيت لا يدعنا فيه. راحلين يعني، يمكن بكترين العفش ليه. لكن اللطيفة دي في سيرته: مر أبو الدرداء على رجل قد أصاب، دي لأبو الدرداء مش أبو ذر،
أبو الدرداء صحابي مر على رجل قد أصاب ذنبا. حس على الناس اللي بيشتموا الناس أصحاب بعض الذنوب، نقدر سكران حيران وده ما بعرف شنو كده، لحد ما ربنا هو ذاته إذا فيهم حسن شيلة. مر أبو الدرداء على رجل قد أصاب ذنبا، ذنب مشهور، فكانوا يسبونه يشتموا فيه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ لو لقيتوه في قليب مقبرة ولا هاوية ولا كده، مش كنتوا حتطلعوه؟ قال: بلى. قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله عز وجل الذي عافاكم. ما تسبوه، تقول الحمد لله ربنا سترنا أو عافانا. قالوا: أفلا تبغضه؟ مبتكره؟ قال: لا، إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. شو بله الرقة دي؟ شوف الشفافية في تحديد الأشياء. لو لقيته واقع في هاوية ولا قبر ولا مصيبة ولا هلاك، ما بتطلعه من قليب؟ قالوا لي: نعم. قال لي: ما بتكرهه؟ قال له: ما بكرهه، أكره ما يفعل، فإن تركه فهو أخي. عندنا دول صاحبنا بيعرف العلماء كده والصالحين، وبيعمل لهم أسامي معاصرة. قلت له: يا عمر بتاع عرف أحمد بن سري؟ قال لي: كيف ده المحامي بتاع العلماء يوم القيامة. قلت: كيف محامي؟ فقام قص عليه دوراني هنا بجد في قصة ابن سري ده. قرأ الفقيه الشافعي أبو العباس أحمد بن سري في مرض موته في النوم كأن القيامة قد قامت، شاف يوم القيامة في الحلم، فإذا الجبار سبحانه يقول: أين العلماء؟ رب العزة: أين العلماء؟ فجاءوا فقال: ماذا عملتم فيما علمتم؟ جماعة قاصروا، قالوا: يا ربنا قصرنا واسعنا، عاملين علماء، انتوا عملتم بعلمكم ده، ماذا عملتم فيما علمتم؟ قالوا: يا ربنا قصرنا واسعنا. فأعاد السؤال كأنه لم يرضى به وأراد جوابا آخر: ماذا عملتم فيما عملتم؟ فقلت: ده ابن سري، أما أنا فليس في صحيفة الشرك، وقد وعدت أن تغفر ما دونه. فقال: اذهبوا قد غفرت لكم. ثم مات ابن سريج بعد هذه الرؤية بثلاث أيام. محامي كبير، العلماء ذي كلهم يتبكموا، بس هو له اعتذار وسكتوا. شوف ابن سريج متذكر انه إن الله سبحانه وتعالى ما دون الشرك يغفر كل الذنوب. كان أبو الحسين بن أنا دي بحبها لأنه في ناس سادة ملاماتية كده متصوفين وما بكونوا قروا حاجات كثيرة، لكن لأنه رقيقي الحس مرات بيفتوا صح ما تبقى إليهم. قالوا: حسين بن السماك ده كان منهم، يجي هو قالوا ما قاري كثير، لكن بيجي ينصح الناس كده شفاهي كده، يجي يخش المسجد يقول لك كلام غايته ويفتي الناس ويتكلم كده. كان أبو الحسين بن السماك يتكلم على الناس بجامع المدينة، وكان لا يحسن من العلوم شيء إلا ما شاء الله، بس بيحصل له فتحي كده، لكنه لا قرأ ولا حفظ ولا كده، وكان مطبوعا يعني
طبعه يتحدث بالخير، وكان مطبوعا يتكلم على مذهب الصوفية، فكتبت إليه رقعة. في كلامه ده واحد دفر له ورقة قال لي ما يقول السادة الفقهاء في رجل مات، مسألة بتاعت ورثة، والورثة صعبة جدا زي مسائل الرياضيات.